الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. المستقبل، المستقبل مربوط بالاستغفار. أي شيء يرتبط بالمستقبل يربطه بالاستغفار. مثلا الدار الآخرة، إذا أردت أن تكون سعيدا في الدار الآخرة إن شاء الله، أكثر من الاستغفار. إذا أردت أن تكون سعيدا في الدنيا وتبني مستقبلك في الدنيا وفي الآخرة، أكثر من الاستغفار. يعني أي شيء أنت تفكر به على المستقبل، أي شيء تفكر به سيأتيك في المستقبل، أو أنت تريد أن يكون في المستقبل، دراسة، زواج، تخرج، سفر، شفاء، مال، بيع أو شراء شيء، أي شيء يرتبط، أي شيء يرتبط بالمستقبل أكثر من الاستغفار. لأن الاستغفار سيساعدك كثيرا لكي تجد مستقبلك. الاستغفار سيساعدك كثيرا لكي تجد مستقبلك وتجد نفسك وسط مستقبلك الذي أنت تريده. لأن الاستغفار به تستجاب الدعوات، وبه تتحقق الأمنيات. يعني أمنيتك التي هي في المستقبل تحققها بكثرتك من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.